أهرام الرافدية وتحف من الخيال. الزقورة مفردة تعني أو لا يوجد معنى مثبت لها، فإن قلنا إنها وجدت منذ آلاف السنين كمعابد فند هذه المعلومة كثيرون، وإن قلنا إنها بنيت بهذا الشكل المرتفع لتقرب حكام الأرض من آلهة السماء أيضا لم يؤكدها أحد. لكن ما اتفق عليه الجميع أن تصميمها والأسلوب المعماري المتبع في بنائها تجاوز حدود الإمكانيات المعمارية في ذلك الزمان، فوصلت الأقاويل إلى حد أن عمالقة أنجزوا هذا الصرح. وليس هذا فحسب، فبلاد الرافدين تضم ما يقارب 30 زقورة في أماكن مختلفة، أبرزها زقورة أور أو ما تسمى بزقورة القمر، حيث تعد من أكبر الزقورات وأقدمها وجوداً، وزقورات أخريات كزقورة أريدو ومردوخ إضافة إلى عجرجوف في غرب العاصمة بغداد. فإن كانت معابد أو لأغراض أخرى فهي الآن من معالم بلاد الرافدين ومن أهم التحف الأثرية على أرض العراق.